الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل شروع البحث نتبع هاي المسألة، ما سألتم مسألة: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه، فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والسوق ونحو ذلك، الولد يعني ولد الغنم بقر كذا، نعم، هذا كزيادة منفصلة مما كان منفصلا، يعني هاي الغنم أو البقر عدى خمسه أو لم يتعلق سلام عليكم به الخمس، ولكن نمت يعني ولدت، أو مثلا عنده شجر مخمس، أو مثلا اشترى من مال المخمس ولكن في ثمر، هذا زيادة منفصلة. أو بحكم المنفصل، يعني بحكم المنفصل مثل مثلا هاي الثمر، أو مثلا سمن البقر سمنة، أو مثلا الغنم أمثال ذلك، بحيث مثلا في زيادة من القيمة، يكون هاي الغنم السمين مثلا سعره كذا، غير السمين سعره كذا، هذا زيادة متصلة يعني بحكم المنفصل. فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، هاي في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، يعني كالنمو بالشجر، يعني أصل الشجر نمت يعني كبرت، أو سمن الشات. أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية، مو النمو مثل الأرض مثلا أو أمثال، بلا زيادة عينية، هذا فيه يعني الشقين: فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة، مثلا كان عنده مال مخمس أو مثلا إرث لم يتعلق بها الخمس، اشترى أرضا، هاي الأرض اشترى لأجل التجارة أن يتجر به، اشترى أرضا حتى مثلا يبيعه إذا تغيرت الأسعار، مثلا ارتفع الأسعار، قصده التجار. إذا كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكورة، يعني ارتفاع القيمة على يعني بعد يعني رأس السنة. وإن لم يكن قد اشتراه، يعني اشتراه للتجارة، لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، مثلا كما إذا ورث من أبيه بستانا، هذا إرث ما في خمس، هذا إرث قيمته 100 دينار، فزادت قيمته، يعني أصل المال مو فيه النماء، يعني نمو مو فيه نمو، وباعه 200 دينار، يعني تغيير السوق مثلا، لم يجب الخمس في 100 الزائد. وإن كان قد اشتراه 100 دينار ولم يعده للتجارة، يعني أعده للاقتناء، اشترى حتى يحتفظ بقيمة مثلا المال، اشترى أرزا ويخلي هذا
على جانب، لا أريد التجار بها. فزادت قيمته وبلغت 200 دينار. لم يجب الخمس في زيادة القيمة أيضا، يعني على رأس السنة. نعم إذا باعه ب200 وجب الخمس في 100 الزائدة. فهاي النقطة يعني دقيقة، أنه إذا كان هاي الأرز نفس الأرز إرث، هذا زادت قيمته أو كذا يعني اقتناع، هذا ما في شيء. أما إذا كان إرث فلوس واشترى بهاي الفلوس أرز، هذا الأرز إذا اشترى للتجارة أو اشترى للاقتناع في فرق. إذا كان للتجارة لازم على السنة خمس الزيادة يعني يجب على عاتقه، وإن لم يعني يبيعه يجب عليه إما من مال آخر أو يجب أن يبيعه يدفع الخمس. أما إذا لا اشتراه للاقتناع مو للتجارة، هذا يخليه إلى جانب حتى يبيعه، بعد البيع في زيادة القيمة يجب الخمس. هذا هي صور المسألة، يعني صار الصور يعني هذا بمعنى يعتمد على النية. نعم. إذا ناوي للتجارة أو غير التجارة. نعم. قبل شروع البحث في زكاة الفطرة وشرائط وجوبها، أنه الفرق بين الخمس والزكاة أنه الأشياء التي تجب فيها الزكاة وتجب فيها الخمس يختلف. الأشياء التي تجب فيها الزكاة شنو؟ أحسن، غلات الأربعة، الأنعام الثلاثة، والنقطة. ولكن الأشياء التي وجب فيها الخمس الغنائم والمعدن والمال المختلط بالحرام والغنيمة وأرباح المكاسب خمسة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني كيفية الصرف الأموال، يعني أما بالنسبة إلى الزكاة فمصرفه هي 8 في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين، هاي 8. أما خمس فنصفين، نصفه سهم الإمام ونصفه مو لكل فقير، فقير بشرط السيادة، فقير السيد هكذا. شيخنا العفو، بالنسبة للزكاة هل هناك فرق بين تعريف أو وجوب الزكاة بالنسبة بين السنة والشيعة، بين مذهب السنة ومذهب الشيعة؟ لا لا، لأنها آية شريفة. لا، الزكاة، الزكاة أهل السنة نسمعهم يقول إحنا نعطي زكاة رغم أنهم ما عندهم لا حبوب ولا غلال ولا كل شيء عندهم زكاة. لا، عندهم حبوب. لا، هو زكاتهم الكل لا لا، ممكن لا لا، ممكن يعني يستعملون الصدقة باسم الزكاة، ربما يطلق يعني يستعملون الزكاة ويريدون صدقة، يكون زكاة زكاة يعني صدقة، لأن الصدقة لأن الزكاة صدقة، ولكن الصدقة واجبة. 1% 2.5% يطلعون يعني يطلعون من أموالهم، يقول إذا عندك مثلاً 100,000 دولار رأس السنة، إذا عندنا نطلع من أموالنا نعطي زكاة. لا عندهم خمس. بس هو هذا الشيء مو صحيح، يعني هذا ما يوجب عليه زكاة حقيقة. أكو بعض الروايات كما قرأنا يعني في بحثنا كان موجود أنه أن الزكاة في هاي الأموال الخاصة، ولكن في غير هذا مستحب. طبعاً هو مستحب. يعني في سائر مثلاً الحبوب، في الرز مثلاً. مو واجب، أما إذا كان واحد عنده يعني 800 كيلوغرام و 47 على ما أتذكر هاي النصاب، إذا كان عنده النصاب من الرز يعني الزكاة لا بس مستحب، عنوان
يعني بس بعنوان بعنوان واجب هو لا لا مو واجب مو واجب مو واجب زكاة الفطرة وشرائط وجوبها تجب الزكاة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه قيلة وقت الوجوب واعتبر المشهور اجتماع الشرائط قبل الغروب من ليلة العيد آنا ما حتى تحققه. أما المستند دليل الزكاة على نحوين زكاة مال وهي ما تقدم تكلمنا زكاة مال في غلات الأربع والزكاة فطرة ولا إشكال في وجوبها والنصوص كثيرة وقد فسرت الزكاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بذلك إن زكاة الفطرة قد أفلح من تزكى ومطلق الزكاة يعني زكاة الفطرة كما في بعض الرواية يقول بعض الرواية هاي الرواية من بعد صحيحة بعد الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة اللهم صل لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة يعني بدأ بالزكاة قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل هذه الرواية كالتسريح بأن تفسير هذه الآية الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هو زكاة الفطرة قد أفلح من تزكى والفطرة إما بمعنى الإفطار أو بمعنى الدين أو بمعنى الخلقة فيكون إفطار إذا كان فطرة بمعنى الإفطار يعني لأنه تجب يوم الفطر يوم الفطر تجب الزكاة ولذا يطلق عليه الفطرة إذا كان الفطرة بمعنى الدين فيكون زكاة الإسلام إذا كان بمعنى الخلقة فزكاة البدن يطلق عليه ففطرة بهاي المعاني كما يطلق عليه حيث تحفظ صاحبها من الموت كما في بعض الروايات مثل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اذهب فعت عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت للإمام عليه السلام وما الفوت قال عليه السلام الموت يعني إذا ما تأتي الفطرة تخوف عليه من الفوت من الموت وأما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعقل فيكفي لإثباته يعني أجاعل شنو لا لا تكمل عفو فيكفي لإثباته القصور في المقتزي يعني مقتزي غير موجود بالنسبة إلى غير البالغ بالنسبة إلى المجنون مو في المقتزي مقتزي للتكليف مضافا إلى حكومة حديث رفع القلم رفع عن أمتي كذا ورفع القلم رفع القلم عن السبي رفع القلم عن المجنون وكما ذكرنا إذا أنتم يعني تتذكرون أن عليكم السلام ورحمة الله تذكرون سابقا أنه في بحث
قلنا أنه يمكن سلس معه 30 يمكن التمسك للاعتبار الإطلاق بحديث رفع القلم. بعض يقولون هاي رفع القلم رفع القلم التكليف في كلام من بين الفقهاء في هذا الحديث حديث الرفع رفع القلم يعني قلم التكليف، أما رفع القلم مو بمعنى قلم الوازع فلا تشمل يشمل هذه الرواية هذا الحديث لأحكام الوزعية كما ورأي السيد السيستاني على ما أتذكر أنه رفع قلم التكليف أما قلم الوزع يقولون بالنسبة إلى الزكاة زكاة يتعلق إذا كان هذا السبيل هذا المجنون إذا كان عنده مال وبلغ المال حد النصاب وزعا يتعلق حق الفقراء بهذا المال هذا وزعا مو تكليف حتى نقول مو عنده تكليف شنو تكليف هذا وزع وحديث الرفع لا يرفع هاي الوزع رفع التكليف يعني ظهور حديث القلم رفع عن السبيل رفع التكليف رفع عن المجنون يعني رفع عنه التكليف أما مسألة الوزعية أي أنه تعلق بماله الزكاة تعلق بماله الخمس ويجب على الولي إخراج الخمس يجب على الولي إخراج الزكاة فحاكم الشرع نعم من يتولي أمره وأما باعتبار الغناء يعني قال البالغ العاقل الغني الغني وهذا معلوم يعني من ملك قوت سنته كما في رواية وتكلمنا هنا إذا كان عنده القدرة على يعني عمل مثلا إذن يطلق عليه أنه غني إما مباشرة عنده أموال هاي الأموال يفي بقوة سنته أو عنده عمل عنده شوق مثلا عنده قدرة للعمل فلم ينسب فيه الخلاف إلى أحد ويدل عليه صحيح الحلبي أن أبي عبد الله سئل عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطر يعني هو فقير يأخذ الزكاة صدقة الفطر زكاة الفطر عليه قال عليه السلام لا ولكن في مقابل ذلك صحيح زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطر قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه يعني هكذا خب كيف الجمع بين هذه الرواية والروايات كثيرة أنه لا يجب عليه بحمل الثاني على الاستحباب بعد نفس يعني هاي الحمل لو قلنا أنه ما في حمل هاي الرواية يقول يجب هذا الرواية يقول لا يجب هذا حمل على الاستحباب نحن لا نقبله حمل على الاستحباب هذا معارضة لو قلنا بالمعارضة يتقدم روايات عدم الوجود لهجران الأصحاب عن هذه الرواية من أصحاب الإمامية ما أحد من العلماء قائل بوجوب الفطرة زكاة الفطرة على الفقير فيتقدم الروايات النافية للوجوب وهذه الرواية نتركها أما اشتراط الحرية فلا مستند له سوى تسالم الأصحاب بان و
وبناء على أنه لا يملك العبد وما في يده كان لمولاه ولا يمتلك شيئا فيطلق عليه فقير فلا يجب على الفقير. يعني هذا تأمين قبل. وأما هذا في غير المكاتب، المكاتب أحكامه يتغير، لأن المكاتب كأنه حر يعني بالكتابة مشروط. وأما في المكاتب فالمنسوب إلى الشيخ الصدوق الحد بوجوب استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. المكاتب هل عليه فترة شهر رمضان أو على من كاتبه يعني على مولاه؟ وتجوز شهادته؟ سؤالين. قال عليه السلام الفترة عليه ولا تجوز شهادته، حيث أن في هاي الرواية كلام الأصحاب لا يقبله، أنه لا تجوز شهادته لأنه إذا كان مسلم بصغر لا تجوز شهادته. هذا كأنه مورد هجران الأصحاب، يعني أن هذه القسمة، فلذا أحوت أن يكون باحتياط الوجوبي مو بالفتوى، أنه يجب عليه احتياطا وجوبيا، لأن الدليل هاي الدليل هاي الرواية وهاي الرواية بإطلاقه مو محكم. ولكن شيخنا الأستاذ مرحوم عبد جواد التبريزي يقول إذا كان رواية صحيحة في بعض الفقرات، يعني مثلا ساقطة عن الاعتبار أو مثلا معارضة لروايات آخر أو مثلا للدليل مثلا آخر، نأخذ بمقدار ما يكون في الرواية الموجودة. فهاي الاحتياط مو في مكانه، فممكن للفقيه أن يفتي بهاي الرواية فأنه يجب على المكاتب مو باحتياط الوجود. وأما اعتبار عدم الإغماء فهو المشهور ولا دليل عليه، فتشمله الإطلاقات، إطلاقات يشمله. نعم إذا مغمى عليه في تمام الوقت، استيعاب الإغماء لتمام الوقت، تمام الوقت من غروب ليلة العيد إلى زوال يوم العيد، في كل الوقت كان مغمى عليه، هذا لا يجب عليه، لأنه توجه الخطاب إلى المغمى عليه في طول يعني الوقت، في جميع الوقت لا يجوز. نعم إذا كان مغمى عليه مثلا زوال الظهر وقت وجوب نماز صلاة مثلا الظهر إلى الغروب الشرعي، كان كل الوقت مستوعب إن كان مغمى عليه لا يتوجه عليه الخطاب. أما إذا كان 10 دقائق يعني رفع الإغماء فصار منتبه ثم أغمي عليه مرة أخرى، هذا ممكن توجه الخطاب خلال هاي 10 دقائق، فيتوجه عليه دليل الفوت يعني قضاء. ممكن السلام عليكم، ممكن يقال له يجب عليك القضاء لأنه يصدق أنه فات عنه الصلاة أو فات عنه وجوب الزكاة مثلا فات. أما إذا كان مستغرق لم يتوجه خطاب ولو دقيقة واحدة حتى يطلق عليه أنه فات فيجب عليه قضاء مثلا هاي الأمر. فلذا فرق بين إغماء في جميع الوقت، استيعاب الإغماء لجميع الوقت، وبين أن يكون مغمى عليه في بعض الوقت. وصلى الله على محمد.